البحر جوج مرات وسط البحر انايا ماشي ضربت كنا غادي نعرقي جوج خطرات وانا كنمشي نضرب وسط البحر وما كشافش ورجعنا تاني. قالك لا شنو اللي خلاه ما جايلاش ما ماشيش شي بلا علاش دابا بني من الليل كتلقاهم كلش بالطاليان كتلقاهم في السبليون علاش دوك قالك كان عند الماء دابا ملي كان عند الماء كان القادوس هي كانت كتخاص الناس يخدموا معاه كتشي كت مثلا كتشعل الموقف كتلقى 400 واحد 500 مع ال10 ما كتلقاش شي واحد دابا تشي الموقف خطاها من الخياطه لما حيدت الخياطه لحيدت الخياطة دابا بنادم يرجع يشفر الفلاحة ماتت دابا لحد الآن دوكا اللي دابا اش باقي دابا هما الخياطة هما اللي هازين دابا دريات كيمشيو كيخدمو كل دار خدامين فيها جوج دريات ثلاثة والدراري كاين السيريسيون الحشيش كلشي كاين واقع كنقول لك شي حاجة الواقع الفلاحة وكانت مروجة دابا مثلا كيجي كاميو كان كيجي كيشارجي لونسيلاج كنخدمو معاه كن شوية بنادم كي دير سميتو دابا كتعمر ثاني مع الخايش كيمشي داك الشيء كيمشي لسميتو وكتنادم كياخذ هذيك الرقم ديال سميتو دابا ما كاين والو شنو اللي خلاكم تحرق يلاه وري لي اش غادي نديروا يلاه والو ما كاين بيد دار حتى حاجه ما كاين بيد دار حنا سته الخوت واربعه الخواتات كاملين كنعرف هذه الفليحه ديالنا ضروري دابا من هنا اش غادي يدير اربعه الخوت مثلا وسميتو يلاه ورينا والوالدين عندنا ما كي عاد تما غادي كيبداو كي يقول لك لا غادي تشي هادي ما مدينش عليك والو ما كايناش يلاه ورينا لحد الان دابا شي حاجه اللي غادي تشدك ما كايناش انا دوزت الفلاحه في 2016 دوزت فيها عامين وما المقابل كاين دابا ما كاين والو يلاه انا باغي دابا نفلح باغي عندي هوايه ديال الفلاحه عندي سميتو باش غادي نفلح نمشي عند الواليد نقول ليه داك الوالدين مساكرين يلاه مضاربين مع الادويه وكلمه اخيره كنقول انا وزاره الفلاحه دير تشوف من حال الفلاح الضعيف راه الفلاح الضعيف راه هو اللي هاز المسؤوليه خلينا من نجيبو ثاني مثلا نجيبو الابقار نجيبوها من سبليون ولا نجيبوها من شي حاجه راه داكشي راه ما غيعمر ما هذا العام غنجيبو داكشي والعام الاخر اش غنديرو غنعاود ثاني نمشيو نقلبوا على دوله اخرى نجيبو من هاد الحيوانات راه خاص اش كيقول لك المثل كيقول لك ذبح الخروف راه النعجه دار احنا دابا ذبحنا النعجه وبقينا نقلوا الخروف فينا غنعاود وراه هذه هي داك راه خاص ضروري يكون الحل راه خاص بحال مثلا الاغنام خاصها ما تذبحش الخروف خاصها ما تذبحش خاصها تكون عندنا من داك عادي يمكن حتى دابا كيذبحوا الخروف دابا كتشال البطوار كتلقى البقراش بقره مسكينه بقى مزيانه كيذبحوا فيها وعلاش دابا اللحم على حساب الغلا دابا الفلاح راه ماشي ملقاش دابا راه خاصو المردوديه ديال السوق خاصو يجيب الخضره خاصو يجيب هذه عاد هذيك البهيمه بحال ولات وحده كتضاعف وحده بحال بقره مثلا كتضاعف وحده اخرى كتبقى حتى كتاكل الاخرى وزي ثاني ثلاث الاخر ثاني من كي كيكمل هذيك الاكسميتو كيدي ثاني بقره اخرى ثاني وكيبقى غادي حتى كيبقى عنده والو وكيولي شكون اللي مستفد هو الفلاح الكبير الفلاح الكبير كيولي حاكم على عنده واحد ذاك حاكم سميتو ضروري هو اللي كيولي كيدفع السوق وقت ما بغى حيت راه السوق راه كيدي لي الفلاح حيت خاصني ندي لي انا وهذا حيت محتاجين والفلاح الكبير راه خاصو حتى يكون تكتبان لي الضربه عاد كيضرب بحال شاد واحد الماسيطه وكيكتبان لي الضربه وكيخبر. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.